وإذا اشتبه ثوب نجس بطاهر ماذا يعمل؟ عنده ثوبان، إحداهما طاهر والثاني نجس، والوقت ضيق ما يستطيع يغسلهما الآن أو بعدهما يغسلهما، يريد أن يصلي ماذا يعمل؟ يلبس الثوب النجس ولا أو يلبس الثوب الطاهر؟ لو كان عنده أربعة ثياب مثلا، اثنان نجسان واثنان طاهران، واشتبهت عليه، فيعد يصلي بعدد الأثواب النجسة، اثنان نجسان يصلي ثلاث بثلاث ثياب، لأنه تيقن أن واحد أن النجسة اثنان وعنده أربعة، ما يصلي أربعة يصلي ثلاث مرات ثلاث صلوات، فيكون بهذا تيقن أنه صلى بواحد وطهور، لأن اثنان نجسان واثنان طهور. فالقاعدة في هذا أنه إذا اشتبه ثوب نجس أو ثياب نجس بطاهرة يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، إذا كانت الأثواب النجس ثلاثة يصلي أربعة أربع ثياب، إذا كان النجس اثنان يصلي ثلاثة ثلاثة أثواب، إذا كانت خمسة يصلي ست وهكذا، يصلي بهذا ويخلعه ثم يصلي بهذا ويخلعه. وقول الثاني لأهل العلم أنه يتحرى على حسب غلبة الظن، على حسب غلبة الظن ويختار أحد الثياب ويصلي فيه. قول الثاني أنه يتحرى على حسب غلبة الظن ويختار أحد الثياب ويصلي فيه. أي قولين أرجح؟ إن عنده غلبة الظن، هو إذا لم يكن عنده غلبة الظن ماذا يعمل؟ لا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته.